السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأساتذة والأستاذات في ربوع المملكة المغربية. نحن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مطالبنا عادلة ومشروعة، وهي الإقصاء، لأن تم إقصاؤنا من جميع المضامين التي كانت في النظام الأساسي. لم يكن أي زيادة في الأجور، زائد أن النظام الأساسي لا يستهدف الأستاذ. نحن لا نناضل الآن من أجل الأستاذ فقط، بل نناضل من أجل المدرسة العمومية، لأن من تدير لي صفحة ونص ديال العقوبات، جميع الطلبة المتميزين لن يدخلوا إلى التعليم، لأن هذه العقوبات كيهددوا المدرسة العمومية. الأستاذ راه خصو الكرامة، خصو يخدم بكرامة. إحنا امتهنا هذه المهنة لأن فيها الكرامة وفيها واحد المبادئ وقيم تنوصلوها للتلاميذ. كيفاش أستاذ بدون كرامة غادي يوصل الكرامة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أقيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كأب أنا أساند هاد الشريحة هذه ديال الأساتذة اللي خرجوا للشارع. أنا كلمة وحدة اللي غادي نقول هنا، وكلت يوم وكل الثور الأبيض، إلا مشاو هاد الناس هادو ديال الأساتذة من الساحة وتهضمات الحقوق ديالهم، غتهضم الحقوق ديالنا كاملين. هذه رسالة لداك الثلاثي اللي في الحكومة، هذه رسالة كنقول لهم. هما الأساتذة خارجين شنو كيطلبوا؟ كيطلبوا على الكرامة. عطيهم الكرامة ديالهم، العزة ديالهم. حنا آباء وحنا كنساندوهم، أيه وليدات لا ضايعين، ولكن خص تعطى الكرامة. تحية لكل شرفاء هذا الوطن، تحية لرجال ونساء التعليم في جميع ربوع هذا الوطن، تحية لجميع الضمائر الحية الغيورة على المدرسة العمومية. هذا الشكل الاحتجاجي الراقي يأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بتنسيق ميداني مع التنسيق الوطني، لكي نقول لا للنظام الأساسي، لا للنظام المآسي. هذا النظام الأساسي الإقصائي الذي يهمش ويكرس تفريقة، يكرس مزيد من الإقصاء في صفوف نساء ورجال التعليم. أسرة التعليم عاشت وركمت لعدة عقود الكثير من الإقصاء، الكثير من التهميش. أقول للوزارة، نقول للمسؤولين على هذا القطاع، نحن هنا صامدون المعركة في بدايتها. إما أن نسقط النظام الأساسي ونعيد الكرامة لنساء ورجال التعليم، وإما أننا لن نعود إلى الأقسام، ومعركتنا لا زالت مستمرة. شعارنا كما تسمعون التصعيد، التصعيد. هذا صوت القواعد، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية.